أهلا بكم مجددا أحبتي الكرام في الدرس 130 مع كلمة مهمة جدا أيضا، كلمة كاركتر. كاركتر كاركتر سوف نشرحها بالتفصيل في أمثلة، ونأخذ أهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ولا تنسى مشاركة هذا الدرس لجميع أصدقائك. كلمة كاركتر تأتي بمعنى حرف، شخصية، رمز، صفة أو ميزة. كلمة كاركتر لديها مجموعة من المعاني، خلينا الآن نأخذ أمثلة حتى نفهم كيف نستخدم كلمة كاركتر. مثال أول: She was a girl with character. كانت فتاة ذات شخصية. She was a girl with character. She was a girl with character. كانت فتاة ذات شخصية. اقرأ معي: She was a girl with character. She was a girl with character. ممتاز، حاول تكرار الجمل بصوت مرتفع حتى تحفظها، وأيضا اكتبها في كراسك لتتأكد من حفظ أكبر كمية من المعلومات. مثال ثاني: That was one of her character traits. تلك كانت إحدى سمات شخصيتها. traits سمات character شخصية. That was one of her character traits. That was one of her character traits. تلك كانت إحدى سمات شخصيتها. ممتاز، اقرأها عدة مرات أيضا. أما أهم مرادفات كلمة character: letter personality code feature. حاول حفظ جميع هذه المرادفات. الآن استخدم كلمة كاركتر في جملة. ضع كلمة كاركتر في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا بالحلقة القادمة مع كلمة مهمة جدا سوف نشرحها بالتفصيل أيضا، كلمة charge. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم.